رمضان كريم مشاهدي ومتابعي برنامج الف عافيه والاطباق، كما عدناكم على تقديم وتقريب الطبخات مع عصير وجبه رئيسيه اساسيه، وعندنا سلطه او ممكن تكون في عندنا شوربه، بالاضافه ايضا راح يكون في عندنا طبق حلويات، ونختم اكيد احنا بطبق عصير. يعني طبعا اكيد الاطباق هذه راح تكون متنوعه وايضا بسيطه سهله وسريعه مثل ما عودناكم على تقديم الاكلات تكون سريعه. قبل ما نبلش اليوم بالاكله او بالاطباق اللي راح اقدمها، طبعا احب انه الاطباق راح تكون كلش بسيطه مثل ما ذكرنا وايضا سريعه، وايضا ممكن اي شخص يشاهدنا ويشوفنا انه يسوي هذه الاكلات، يعني لانه الاكلات هذه اللي دائما نحن نتبع في التكنيك سريع. سؤال حلقتنا لهذا اليوم حتى تربحون 500,000 دينار عراقي، لكن البدايه طبعا اكيد قبل ما احكي بالسؤال، طبعا نعزي العالم الاسلامي بوفاه واستشهاد الامام علي عليه السلام، وطبعا اكيد هنا راح تكون حلقه خفيفه. تمام، بالبدايه راح يكون في عندنا مثل ما ذكرت الاكلات اللي راح تكون تقريبا ثلاث طبخات هذه راح تكون جدا بسيطه، ومثل ما ذكرت ايضا راح تكون سريعه. بالبدايه راح نسوي اكلتنا اليوم اللي هي راح يكون في عندي اللزانية اللي هذا اليوم ما راح اسويها باللحم، لكن اليوم راح اسويها بالدجاج. راح تكون في عندي اليوم ايضا اكله خفيفه اللي بيها الحمص وايضا بيها فاصوليا حمراء، واختم مثل ما ذكرت بنوع من الحلويات وايضا نوع من العصير. سؤالنا اليوم او سؤال حلقه اليوم، سؤال الحلقة في مسلسل العربجي حلقة البارحة، حلقة يوم أمس، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ شنو اللي سواه عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ طبعا أكيد في مسلسل العربجي. طبعا 500,000 دينار عراقي راح تكون مقدمة هذه الجائزة من مشروع سالور تاور السكني. سالور تاور يقع في أربيل، سالور تاور يقع في واحدة من أفضل مواقع أربيل في المنطقة الذهبية التي تقع بين شارعين 100 و120 بالقرب من المطار، بالقرب من اليونايتد نيشنز اليو ان. 500,000 دينار عراقي بس اذا عرفتوا جواب سؤالنا لهذا اليوم في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ والارقام راح تظهر اكيد اسفل الشاشه، واللي ما يحصل يعني اللي ما يحصل هنا وما قدر يحصل ممكن تدخلون على البث المباشر الخاص بقناه اليو تي في. بعد ما تدخلون البث هنا تسوون مشاركه وتسوون لايك، مهم جدا، وبعدين هنا تعطون الاجابه. الموضوع الثالث والمهم هو ايضا انه تعطون اسمكم الحقيقي، يعني ما تعطون الاسم اللي هو اللقب اللي موجود بالفيسبوك، حتى نقدر ناخذ الاسم ويدخل ويانا في القرعه حتى بعدين تفوزون بال 500,000 دينار عراقي. يعني ال 500,000 دينار عراقي مو بس للاتصالات وايضا للفيسبوك، الموقع الخاص بقناه اليو تي في، اليو تي في على الفيسبوك، تدخلون على البث المباشر وتعطون الجواب، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ 500,000 دينار عراقي حلالا بلالا. طبختنا لهذا اليوم راح تكون اللزانيا مثل ما حكيت بالبدايه، اللزانيا لهذا اليوم راح تكون بالدجاج، ما راح نستخدم هنا اللحم. واللي عنده مشكله ويا اللحم هنا فهذه الطبخه راح تفيده كلش هوايه. مقادير راح تكون بسيطه. بالبدايه اللي احتاجه الى الواح اللزانيا. قبل شو اسوي هنا؟ قبل شو تسلقها؟ بس هنا راح تصير صعبه اثناء التصفيط. اليوم الطريقه راح تكون مختلفه، سريعه جدا. كتبوا المقادير حتى اشوفكم الطريقه. كتبوا المقادير. عندي معجون طماطه، عندي صوص طماطه، عندي جزر، عندي ايضا بهارات متشكله، عندي ثوم، عندي دجاج. وايضا راح يكون في عندي هنا شويه من البهارات. تمام، وايضا شنو راح يكون عندك هنا؟ تشكيله كامله من الاعشاب. هذه الاعشاب ايضا راح تكون مهمه في هذا الطبخه شويه، وراح نقرا ايضا التعليقات مثل ما ذكرت هنا. يلا انا راح ابلش بالبدايه انه شلون نتخلص من الزفره. يعني دائما احنا نبلش اول شغله هنا شلون نتخلص من الزفره. الزفره وين تكون موجوده؟ تكون موجوده بالدجاج. فاول شيء انا اسويه هنا ممكن يتنقع بالخال، ممكن يغسل بالخال زين عيني، او ممكن هنا مثلا النقع بالحامض، حتى الحامض ممكن. راح اجي اخلي بالبدايه بصل واخلي له دهن بهالشكل هذا، راح اسوي صوص. تمام، فهو هذا يكون تقريبا مثل البولونيز او صلصه البولونيز، لكن صوص البولونيز هذا او صوص البولونيز هذا اللي راح يكون بدل ما استخدم هنا يعني اللي هو اللحم، استبدله فقط بالدجاج. راح ابلش احمس بالبدايه البصل.
راح ابلش هنا أنا احمص شويه البصل بالبدايه، ما يحتاج انه اتركه لحد ما انه يتغير اللون مالت البصل، هذا بس انه انا اذا اتخلص من الزفه تكون راح تكون موجوده بالدجاج. راح اخلي الثوم واخذ اتصال هاتفي. الو منى رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام منى، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه محمد، شلونك شيخ؟ انا الحمد لله. منى، في مسلسل العربجي، نعم، شنو اللي سواه عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ بعد ما طلع من السجن خطف ابن الزعيم. خطف ابن الزعيم، متأكدة من الجواب؟ متأكدة من الجواب؟ اي نعم متأكدة. متأكدة؟ ليش ما يتأكد؟ متأكدة؟ هذا ابني يرجع شياك ابني. يلا طينا ابنك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم. الله يخليك. الجواب خطف ابن الزعيم، الاسم عقيل قاسم. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. هنا أنا راح اسوي صلصه، وهنا أنا راح اسوي الدجاج مثل ما ذكرت. بعد ما حمصت للبصل اخلي قطع الدجاج اللي هي تكون شونها مقطعه مكعبات بهذا الشكل، يعني مثرومه ناعم، وابلش انه احمسها حاله حاله اللحم المثروم مثلا. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم، نعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. الجواب هو خطف حمزه، يعني خطف حمزه ابن الزعيم، ابن ابو حمزه. شلون بس عيد الجواب، ما افتهم شيء. يخطف هذا ابن الزعيم لابو حمزه. يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه. حتى لا نخسر الاكله، تعال يمي. حتى نعرف احنا شو بدنا نسوي هنا. قلت لكم هنا انه انا احمس الدجاج حتى اتخلص من الزفره. خليت بصل وثوم بس في البدايه وبهارات. بعد ما خليت البهارات هنا راح ابلش اقلبهم سوية. هنا انا راح اجي احمس هم المعجون. يعني المعجون هم لازم ينحمس. بعد ما راح احمس المعجون راح اخلي له كاتشب حتى لا يبقى هنا يعني شلون يبقى؟ يعني حتى لا يبقى المعجون بدون حلا. فاضيف له هنا شويه الكاتشب. وبعد ما خليت الكاتشب هنا انا راح احمسه. بعد ما احمسه يلا اخلي له المي، فخلى حمسه هنا. يلا سؤالنا لهذا اليوم، في مسلسل العربجي، شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ 500 الف دينار عراقي مقدمه من مشروع سالور تاور السكني، يقع في المنطقه الذهبي بين شارعين 100 و120 بالقرب من المطار، بالقرب من يونايتد نيشنز اليوان. والسؤال لهذا اليوم راح يكون جدا بسيط، شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ دائما تابعوا الاعمال التي تعرض على قناه اليو تي في، لانه راح يكون في عندي سؤال من الاعمال التي تعرض على القناه. وايزي ماني مثل دائما اقول، يعني حلالا بلالا. واخذ اتصالا هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا عليكم يا رب. صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي. الله يسلمك. يلا الجواب، إجا واحد من أصدقاء عبدوب اللي مسوي لك خطة يرد لك حمزة، ويعني هذا العراشي وهو سوى له خطة لحمزة وقتله وجاب الأبو قال له وهبتك ابنك مرة ثانية. ما شاء الله حاضر مسلسلة. أي والله مو أنا شفتها اليوم. حافظتها ما شاء الله. يلا إن شاء الله تكون إجابتي الصحيحة. شلون عيني؟ عادي اختي تشاري؟ اي عادي. يلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم يا ربي. يلا شنو الجواب؟ نفس الجواب؟ اعطينا الجواب. ان شاء الله هو خطف ابن ابن حمزه. خطف حمزه. انت متابعه لو هم بكت الاسئله؟ لا متابعتها والله، يعني بدنا نشوفها. يلا. اعطينا اسمك قبل ما تروحين. هناء. شو اسمك؟ هناء. هناء هيثم. هناء، يلا هناء. اوكي تسلم، شكرا. هلا وهناء. هسه احنا سوينا الصوص وسوينا الحشوه، راح ابلش اخلي شويه هنا ملح، اخلي هنا ايضا شويه ملح. وبعدين هنا
ماكو علاقه بالهوسه اللي سويتها بالطباخ. راح اجي بالبدايه اخفف الصوص اللي عندي هنا، يعني عندي كريمه مال طبخ اللي هي هذه كريمه طبخ مو بشاميل، واللي يحب يخلي بشاميل راح يكون بكيفكم طبعا. راح اخلي لها شويه مي وبعدين اخففها شويه. من بين ما انا اخففها شويه هنا ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو يسرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال سيمبل، انا كهرباء ما عندي. شلون عيني؟ كهرباء ما عندي، بس انتقاد السؤال. يلا. في مسلسل العربجي. اي. ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ شنو اللي سواه عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ انا شفت انا متابعتها هاي المسلسلة البارحة، تعرض هذا لغادي قتله وبعدين جاب الابو قدام بالسوق، يعني حط بونية وجابه، يعني ما بطيتين رادي قتله، رادي قتله، رادي قتله، رادي قتله، رادوا يقتلون العربجي اثنين. ها يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه. شكرا جزيلا. راح نجي هنا للزانية مثل ما قلنا. راح اجي ابلش اخلي لها الصوص مثل ما قلت، الصلصه. بعدين اللي راح اسويه هنا راح اجيب هذا الصوص اخلي وين؟ راح يضاف الصوص كله على الدجاج بهالطريقه هذه. بعد ما ضفته بهالطريقه هذه راح يكون في عندي الصوص ايضا جاهز. شوية أقلبه بعدين حتى تكون عندي صلصة جاهزة. بعد ما تكون عندي طبعا أكيد أي زفرة ماكو، أي زفرة ماكو. اللي راح أسويه هنا نجيب هذه هنا وأجيب هذه هنا حتى تشوفون هنا شو راح نسوي. يلا راح أجيب هنا صوص ثاني اللي هو الدجاج. زين عيني اخليه بهذا الشكل، تضاف بهذه الصوره على الطبقه هنا طبقه طبقه. اوكي بعد ما خليت هنا الصوص راح ارجع مره ثانيه اجيب الواح من اللازانيا واخليهم بهذا الشكل طبقه بعد طبقه. اوكي بعدين شو اسوي هنا؟ اخلي شويه من الصوص هذا اللي هو الصوص الابيض، وبعدين اجي اخلي الدجاج طبقه دجاج وطبقه. راح يكون عندي هنا شنو؟ ناخذ اتصال هاتفي. الو خضر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عشان الخير شلون صحتك؟ رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. يلا في مسلسل العربجي شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ شاف الظلم مالته مال المنطقه مالته، فحب يطلع من الحاره كلها يطلع. متاكد؟ هم فاجئوه انه يقتلوه، فهو لزمه اثر هذا الزعيم. متاكد من الجواب؟ نعم. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. شكرا. مع الف سلامه. راح اجي خليت الصوص الابيض وراح ابلش اخلي الصوص الاحمر، وهو الدجاج مو بس الصوص يعني. واخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. رمضان كريم. ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الله يسلمك، وياك ثابت. شنو عيني؟ ثابت وياك، رمضان كريم عليك وعلى ثابت. يا اهلا وسهلا. الجواب ان شاء الله خطاب حمزه ابن الزعيم. الجواب متاكد؟ اي نعم متاكد. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه. راح ابلش اخلي الجبن بهالطريقه هذه. بعدين اجي اخلي شويه من الصوص اللي باقي اللي عندي هنا على الجبن بهالطريقه هذه. فما يحتاج نفس الطريقه اللي كنا نسويها بالعاده يعني. ما طول اكو مي عندك هنا. اكو سوائل، اكو شيء سائل.
زين يطلع عندك القالب بهذا الشكل. قطع اللزانيا اللي هذا اليوم سريع جدا يكون عندك بالدجاج. المقادير جدا سهله وبسيطه. اللي يحب انه يسوي اليوم شيء حلو جديد على الفطور وهو اللزانيا السريعه، هذه راح تروح الفرن، درجه حراره الفرن راح يكون تقريبا 150، الوقت راح يكون تقريبا 30 دقيقه فقط. 30 دقيقه حلوين حلوين. يلا نكتب الطبخه الثانيه لهذا اليوم مقاديرها. يلا المقادير. اكلتنا الثانيه لهذا اليوم راح يكون عندي طبعا اكيد سلطه الحمص بزيت الزيتون، راح تكون طبعا اكيد الفاصوليا الحمراء. المقادير راح تكون كالاتي، بيها حمص طبعا، راح يكون في عندي طماطه كرزيه، راح يكون في عندي نعناع، راح يكون في عندي بصل، راح يكون في عندي خل التفاح، فلفل اخضر. شوفوا هنا أنا المعدنوس والفلفل الاخضر والطماطه الكرزيه كلهم هذول راح اخلطهم مع بعضهم البعض. طبعا اكيد احنا ما قرينا التعليقات شويه ونقرا التعليقات. مثل ما قلنا اللي يحب يشارك في سؤالنا لهذا اليوم في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ الجواب لهذا اليوم كلش بسيط. طبعا اللايف بعد ما نازل، يلا بس ينزل اللايف طبوا. طبعا اكيد الجواب بسيط، و500 الف دينار عراقي حلالا بلالا. اول شغله اسويها ان انا اخلي الفاصوليا الحمراء، هذا بروتين، هذا بروتين خرافي. راح اجيب الحمص، راح اضيف هنا البصل، بصل ابيض اختياري كيفكم، البعض ما يحب البصل لا تخلون البصل، اذا ما حبيت البصل عفوا لا تخلون البصل. بعدين اخلي المعدنوس واجيب الطماطه الكرزيه واخذ اتصال هاتفي. الو ريماس. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم ريماس. ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه ريماس. شكرا. في مسلسل العربجي شنو اللي سواه؟ خطف حمزه ابن الزعيم. متاكده؟ بعد تحت ما خليتي وهذا اخوي يحب يشارك وياكم. انت ما تعطين مجال، يلا اعطينا اخوك. الو الو رمضان كريم. السلام عليكم. يلا ما يحتاج اقول لك شنو السؤال، ما شاء الله انتم حافظين. اسمك بس اسمك. يا حسن امير. يا هلا يا هلا، اعطينا جواب. حمزة بن الزعيم. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. باي باي. راح اجي اقول لكم شنو سويت هنا انا بهذه الزلاطه. هذه الزلاطه خليت المكونات كلها بهذه الكاسه، وهسه راح ابلش اسوي الصوص مالها. الصوص مالها كل الصلصه اللي هي عباره عن خل، خل تفاح وايضا الحامض وزيت الزيتون، ملح، وهسه خليت الثوم. وبعدها مو اخلي الثوم ويا المكونات هنا، لا اخلي الثوم ويا الصلصه حتى الصلصه يصير طعمها كلش طيب. بعدها هنا انا راح اجي اخذهم واخليهم وين؟ اخليهم على الصوص بهالطريقه هذه. من خليتهم بهالطريقه هذه راح نجي نقلبها. حلوه هاي الزلاطه كلش بسيطه. عفوا، موضوع الطماطه الكرزيه اختياريه، ممكن الطماطه العاديه اللي عندنا، والبصل هم، البصل هم كيفكم. تريدون تخلوا لها بصل خلوا لها، وما حبيتوا البصل تخلوا لها. حلوه هاي، حلوه هاي الزلاطه، تشبه البيروتي، تشبه البغداديه هم. خاصة إذا جبتوا هذا اللبلب اللي هو يكون هذا مسلوق، مو المعلب، يعني المسلوق أطيب، يعني المطبوخ. يلا ناخذ اتصال هاتفي. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك شيفنا يا رمضان. يا أهلا وسهلا. وياك علي. علاوي، في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ خطف ابن الزعيم حمزة. هذا مشكلتي هذا العربجي. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله يا رب تكون اجابتك صحيحه. ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه، هذه الارقام الخاصه ببرنامج الف عافيه للي يحب انه يشترك في حلقتنا لهذا اليوم. سؤالنا اليوم شنو؟ في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ وليعرف الجواب الى 500 الف دينار عراقي. هذه الجائزة مقدمة من مشروع سالور تاور السكني في أربيل، يقع بين شارعين 100 و120 بالقرب من المطار، بالقرب من يونايتد نيشنز.
سوينا طبقين لهذا اليوم. الاولى كان في عندي اللازانيا بالدجاج، وايضا كانت عندي زلاطه اليوم كلش حلوه فاصوليا وايضا حمص. راح يكون في عندي طبق حلويات سريع جدا كلش هواي راح تحبوه لانه كلش طيب وكلش بسيط. لا تروحون لاي مكان، فاصل سريع اكيد وراجعين مع الف عافيه. أطباقي اللي هذا اليوم بسيطة جدا مشاهدينا الأحبة. اللي هذا اليوم سوينا اللازانيا، واللازانيا اللي هذا اليوم كانت أكيد بالدجاج، وطبعا أكيد إن أنا السلطة اللي راح تكون بالفاصوليا وأيضا بالحمص تقريبا مثل البيروتي أو مثل البغدادية، وأيضا راح يكون في عندي طبق الحلويات، وأختم أكيد بنوع من العصائر. لكن قبل كل شيء اليوم سؤالنا اللي هذا اليوم في حلقة في حلقتنا اليوم راح تكون في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ السؤال كلش بسيط طبعا، واللي يعرف الاجابه ممكن يتصل بينا على رقم الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه. 500 الف دينار عراقي، هذا جائزه مقدمه من مشروع سالور تاور السكني في اربيل. سالور تاور يقع في واحده من افضل مواقع اربيل في المنطقه الذهبيه، تقع بين شارعين 100 و120 بقرب من المطار بقرب من يونايتد نيشنز اليو ان. البث المباشر ما اعرف شنو الموضوع. مثل ما قلنا احنا دائما يكون عندنا اللي ما يحصل هنا أنا ممكن يدخل على البث مباشر، لكن اعتقد اكو مشكله اكو خلل فني في البث المباشر. راح نجي للسلطه. قبل الفاصل سوينا السلطه، سلطه بسيطه جدا عباره عن هذه المكونات. ارجع واقول انه بعض المكونات ممكن نضيفها ممكن ما نضيفها، كالثوم وايضا البصل. ادري بكم ما راح تحبون هذه السوالف بس جربوها خاصه بالصلصه يعطينا طعم ونكهه كلش طيبه. وراح ابلش هنا أنا اخلي وبعدين اوزعها بهذا الشكل. شوفوا الالوان الحلوه تناسق كلش حلو، فراح اخليهم بهذا الشكل. هذا جدا بسيطه جدا سريعه جدا سهله. راح اجي اشوف ايضا اللازانيا. اللازانيا صارت، حتى بعدين ابلش بالحلويات. طبعا اكيد انا جهز 30 دقيقه نجهز احنا قبلها بوقت عندنا. شوفوا هنا اللازانيا شلون صارت، حلوة سهلة بسيطة وأيضا تكون سريعة. الأهم من هذا كله أنه كل شيء يكون داخلها مستوي وصاير فل. زين عيني، لا تخافون أبدا من القطع وأيضا من الصوص، لأنه بالنهاية راح يكون عندك القطعة مع الصلصة مالتها تكون عندك تمام التمام. يلا ناخذ صال هاتفي. ألو تبارك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ رمضان كريم. الله هو اكرم علينا. ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الجميع ان شاء الله. في مسلسل العربجي، شنو اللي سواه عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ خطف حمزة. خطف حمزة. متأكدة من الجواب؟ مين تابعتها المسلسلة؟ يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحة. تحياتنا لك. اعطتنا جواب. مستعجله جدا. يلا راح نجي للمقادير مالت الحلويات لهذا اليوم مثل الترايفل، لكن يكون بيها بسكت وبيها نوع من الحلو اللي هو بحلاوه السميد، بيها كريمه النوتيلا وبيها ايضا البسكت. فالاشياء كلش بسيطه. خلينا نشوف المقادير مالتها. بالبدايه راح تكون متكونه من شكر، سميد، فانيلا، نوتيلا، قشطة، بسكت، فستق حلبي. هاي الزينة، هاي الزينة يعني نزين بها الأكلة. فراح تكون في عندك هنا أول شغلة ممكن تسويها، تسوي حلو الحلو اللي هو الأساسي. الحلو هذا الأساسي اللي راح يكون متكون من سميد، فانيلا، وراح يكون في عندنا الحليب بس هذا. بعدين عندي القشطة وعندي النوتيلا أخففهم مسوية تمام، حتى أسوي هذه الطبقة الأخيرة اللي ممكن أنا أغلف فيها كل الأكلة مثل الترايفل، بس الطريقة كلش حلوة. أول شيء أجيب قالب وأبلش أكسر بالبسكت، مو أطحنه أكسره بس. ليش؟ لأنه أنا استخدمت هنا قالب دائري. لو مستخدم هنا قالب يكون مستطيل عادي أخليه مثل ما هو. أوكي، فراح أبلش هنا أكسر البسكت بهذا الشكل وأوزعه.
هالطبقة الأولى هذه. لا تنسوا أيضا راح يكون في عندي اليوم عصير، بس اليوم العصير هم كلش حلو. تخيلوا عصير الرمان راح نسويه فريش، زين عصير رمان فريش، فراح توالم اليوم الأطباق كلش حلوة، راح توالم طبخة بطبخة. هناك راح أسوي لكم هم الحلو الأول، خليت بسكت بالبداية، راح أجيب هسه السميد، سميد وشكر، خلي الشكر شوية، شكر أجيب شوية سميد أخليهم سوية، وأجيب هنا شنو؟ أجيب هنا الفانيلا. بعدها شو راح أسوي هنا؟ راح أخفف السميد مع الشكر مع الفانيلا بهذا الشكل. باعوا هنا أخففهم وأخذ اتصال هاتفي. ألو رمضان كريم. سجاد رمضان كريم. رمضان كريم كيف؟ صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي وتحقيق يعني الأمان. يلا في مسلسل العربجي شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ خطاب حمزة ابن الزعيم وهذا أخوي حيدر تريد يشارك. هسه تعطيت الجواب وكل شيء مفتهم تراني. خطاب حمزة ابن الزعيم. خطاب حمزة ابن الزعيم. نعم. يلا طينا أخوك. هذا حيدر. حيدر يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام حيدر. رمضان كريم. رمضان كريم يلا اعطينا الجواب. بالنسبه للجواب خطاب حمزه ابن الزعيم. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، لا تخلوا لا اي شيء بعد هذه. نسويها مثل ما هي، راح اجي هنا انا شو اسوي؟ الكريمه الثانيه اللي حكيت لكم عنها اللي هي تكون الطبقه الاخيره، هذه الكريمه الاخيره اللي هي راح تكون متكونه من قشطه. خلينا فتح خاشوكتين، ثلاث خواشي قشطه ونص كوب قشطه. واجي اخلي شنو وياها؟ اخلي وياها نوتيلا. انا تمسوي مع النوتيلا، شوفون انا بعدها راح ابلش اخلطهم. شغله كلش بسيطه، ها نخلطهم حتى نسوي الطبقه الاخيره هذه. وناخذ صال هاتفي. الو ملاك. السلام عليكم. رمضان كريم ملاك. صحتك. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله صحه وسلامه ان شاء الله يا ربي. يا ربي للجميع امين. شكرا شكرا. يلا في مسلسل عربجي شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ خطف حمزه ابن الزعيم. خطف حمزه ابن الزعيم. متاكده؟ ان شاء الله، المهم مشاركه وياك استاذ خلدون. شكرا جزيلا، ورده انت. اهلا وسهلا. يلا ناخذ اتصال هاتفي اخر، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام شذا. شلونك عيني رمضان كريم؟ رمضان كريم، انا دائما اقول لا تستخدمون الخاشوقه، وارجع استخدم الخاشوقه. عيني. شون الصحة؟ بس ممكن تنصينا صوت التلفزيون حتى نسمعك؟ نصيت عيني. ايه عيني. شون شوية الصيام؟ الأمور طيبة احنا في الأيام الأخيرة. شلون؟ أكيد جواب. خطف ابن الزعيم، هاي وياك تمشي. أسد نقول شلون برمضان خاصة في الأيام الأخيرة. والله رمضان إن شاء الله خير علينا وعليكم. ربي يحفظك إن شاء الله. وعاش جيدك على الطبخ. شكرا على إجابتك، شكرا جزيلا. هاي وياك تمشي عيني. منو عيني؟ تمشي وياك. ابنك يلا طينا إياه. شنتها؟ أنت شنتها لو بتها؟ أي شنتها عيني. يا أهلا وسهلا شنتها. هلا بيك عيني. خوم معذبينك مسوي لي شيء. امورك طيبه ان شاء الله؟ الو اعطينا اسمك، اعطينا اسمك. طيبه حسن اني. يا اهلا وسهلا، اقول لك بس قولي لي الطبخ ذا بيب راسك لو الامور طيبه يعني. لا والله كله هي. اوكي. يلا اعطينا الجواب. معزوله كلش من الطبخ يعني. كل زين. في هم بالبيت يحبون اكلها بعد، هي الام الكبيره. اي عاشتي كل زين يعني امورش طيبه يعني امور طيبه. ايه ان شاء الله ان شاء الله. اعطينا الجواب. عيني خطاف ابن الزعيم ان شاء الله. ان شاء الله تكون اجابته الصحيحه. ان شاء الله. يلا هنا أنا بعد ما تدخن يدخن عندي اتصال هاتفي اخر. الو. الو. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا ورحمه الله وبركاته، شلونك عيني؟ ربي يخليك الحمد لله. شلون في مسلسل العربجي حلقة البارحة شنو اللي سوى عبدو بعد ما طلع من السجن؟ خطف ابن الزعيم. خطف ابن الزعيم، يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. ممكن الحجية تشارك وياك؟ يلا يلا الحجية، طينا الحجية خير وبركة الحجية يابا. رحم الله والديك. خير وبركة، يلا الحجية. صبيحة علي وياك. ايه
شلون؟ الو 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 خطف ابن الزعيم. يلا ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يابا خلينا نخلي هنا الصوص هذا الثاني، ما اعرف اشوفه لو ما اشوفه. يا الهي يا الهي. عين عين هاي عين. هاي عين. شور بينا ابن الزعيم. راح اجي ابلش اخلي عليها طبقه من السميد. وناخذ اتصال هاتفي. الو. انقطع الاتصال. يلا. بعد ما خليت طبقه ثانيه شوي هذول نصفطهم، نرجع نخلي بسكت. هم راح ارجع اخلي بسكت حتى تكون في عندي طبقه بسكت. يعني تقريبا طبقتين اثنين بسكت. زين عيني، اخليهم بهذا الشكل. قلت لكم اخر طبقه اخليها اللي هي راح تكون شنو؟ راح تكون النوتيلا والقشطه. خلي بعد بسكت، ما طول عندنا بعد بسكت. هاي حلوه، حلويات رمضانيه بسيطه سريعه ما تاخذ وقت. وخلي هذه هنا. ما شاء الله ما شاء الله. بعدين شوي اصفطهم. بعدين شو اسوي هنا؟ ارجع اخلي هذه الكريمه. يلا عد اتصال هاتفي. الو شيماء. الو مرحبا. مرحب شيماء. رمضان كريم عليك. رمضان كريم ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. شكرك رحم الله والديك اجمعين ان شاء الله على الجميع. ربي يخليك. ايه عيني شيماء. الجواب خطف حمزه. اي ابن الزعيم. اي والطاه هديه الابو. متاكده؟ اي اي متاكده الطاه هديه. انت تشوفين يعني دائما الاعمال اللي تعرض على اليو تي في؟ اي طبعا متابعتها كلها. انت يلا ان شاء الله يا رب تكون اجابتي صحيحه. بعدين انا خليت لها شويه كريمه مال يعني مال طبخ او كريمه حلويات عادي اثنينات نسويها، او ممكن نزيد شويه في كميه الـ 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 القشطه. هسه راح ابلش اخلي شنو؟ اخلي طبقه اخيره من الكريمه هذه الاخيره، نخليها بهذا الشكل. هذه بعدين وين تروح؟ بعدين تروح لل مو للفرن. وين تروح؟ تروح للثلاجة. تبقى بالثلاجة ساعة كاملة. يعني حسبوا حساب قبل ورا ما خلصتوا الفطور سووها. زين؟ حتى من تخلص الفطور تستمتعون بيها لأنه كلش طيبة هذه، هذه كلش طيبة. ما نخلي لها فسق حلبي، خلي تبرد شويه يلا بعدين نخلي لها فسق الحلبي. الاطباق اللي هذا اليوم كلش بسيطه وانتم شفتوها اليوم. عندك لازانيا صارت عندي جاهزه. اللازانيا بسيطه جدا سهله وسريعه كنوع من الاطباق الرئيسيه الاساسيه. لا تنسوا انه هذه اللازانيا سويتها بالدجاج. وايضا كانت عندنا الزلاطه لهذا اليوم او السلطه اللي كانت عباره عن فاصوليا حمراء وحمص وبصل وشويه طماطه كرزيه وهالسوالف هاي الحلوه اللطيفه. لا تنسون ترى مهمة جدا الصوص اللي تغلف بيها. وطبق الحلويات لهذا اليوم عبارة عن طبقات حلوة خفيفة مثل الترايفل اللي هو عبارة عن بسكت حلاوة السميد، وأيضا نغلفها بالبسكت مرة ثانية، وبعدين أغلفها آخر شيء بالنوتيلا وأيضا القشطة. حيبقى عندنا هنا العصير، لكن قبل العصير في مسلسل العربجي. ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ سؤال كلش بسيط. 500,000 دينار عراقي حلالا بلالا، كل ما هنالك ان تشوفون الاعمال اللي تعرض وين؟ على قناه اليو تي في، لانه ثاني يوم راح يكون اكو سؤال و500,000 دينار عراقي، هذا الجائزه مقدمه من مشروع سالور تاور. سالور تاور السكني في اربيل، يقع في واحده من افضل مواقع اربيل في المنطقه الذهبي بين شارع 100 و120 بالقرب من المطار بالقرب من يونايتد نيشنز. تذكروا هذا الاسم سالور تاور. مشاهدينا الاحبه راح ناخذ اتصال هاتفي. الو شذا. الو السلام شذا. عليكم شذا يا شذا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شذا. شذا من وين انت شذا؟ من بابل. تحياتنا إلش، تحيات كل اهالينا في بابل. رمضان كريم. عبد العربجي بعد ما طلع من السجن سواله مصيبه، شنو هي هالمصيبه؟ خطف ابن الزعيم. يا الهي يا الهي. متاكده؟
صدق مصيبة. إن شاء الله. يلا إن شاء الله يا رب تكون إجابتي الصحيحة. تسلم. يا أهلا وسهلا. كاظمية صديقة البرنامج. صدق ما طولت يوم شلونك. يا رب تفوزين. عليك وعلى الكادر وعلى مخرج. على رأسي على رأسي. يا رب تفوزين. صدق ولي قلبك. في مسلسل العربجي عبدو العربجي اول ما طلع من السجن سوى انت شايفتها لو ما شايفتها؟ والله يما البنات يشوفونها. ها البنات يشوفونها يقولوا لك انا من العصر انا. فديوم جربي حظ واحده من بناتك وخليها بالاسم بلكت الله تربح. الله خلي اسجل وياك تشنت سحر. ها يلا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله جنتهم سحر. ياك يا قلب محروس. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا باي باي. وكانت اكو واحدة تشارك ويا له شنو راح خلت الاسم خلت الاسم خلت الاسم. عندي عصير رمان لهذا اليوم. عصير الرمان راح اسويه ايضا بطريقه بسيطه سهله وسريعه تمام. عباره عن رمان راح اخليه بالخلاط لكن لازم انه يتصفى فراح نصفيه وبعدين نقدمه بطريقة كلش حلوة مع الأطباق اليوم اللي سويناها. لكن قبل هنا راح نطلع أكيد بفاصل أخير وراجعين مع ألف عافية لهذا اليوم. طبعا اكيد الاكله الاخيره لهذا اليوم العصير. الاكله الاخيره العصير. اي اكله اخيره عصير. العصير لهذا اليوم راح يكون عباره عن رمان وراح يكون عباره عن شويه من السكر وراح يكون شويه من المي وراح يكون نوع من الاطباق البسيطه جدا حتى نقدر نسويها. بالفاصل هنا احنا اوريدي محضرين او مجهزين نوع من الحلويات وطبعا اكيد راح يكون عندك هذا النوع من الحلويات البسيط جدا. هو طبعا هم يعتبر من الأطباق البسيطة وأيضا السهلة والسريعة تمام. ماكو شيء صعب. هذا الحلويات ليش قطعت بهذا الشكل؟ هذا تنشال شو ما تنشال ان شاء الله. بس كان المفروض انا اقطعها مكعبات. يلا بس يلا ما يخالف هاي لخاطركم. يلا يلا واذا طلعت متخربطه فاعذرونا شويه يعني. هذا ها شوف زين. بعدين تخلى بهذا الشكل ويا سلم سلم يا سلم سلم. قرنشوها لا تكلوزني ولا ما تكلوزني. تعال هنا أنا هذه جيبها لللبن وتكون عندك الأطراف مالتها بهذا الشكل. طبعا شو هالعد هذاك الولد. يلا نجي هنا راح يكون في عندك اللازانيا. اللازانيا هم راح نجيب هنا نخلي شوية خضرة خلي هنا خلي فلفل ملون أيضا خلي هنا اللي فلفل ملون هنا. طبعا اكيد هو لازم اكوفه صوص وياه بس ما يحتاج انه تخلون يعني على حسب الرغبه يعني ممكن تخلون صوصه ولا لانه هو اوريدي بيها راح يكون بيها صوص. فالبعض يخلي الصوص مثلا لكن انا ما احب انه اخلي صوص. راح اسوي ان انا راح اشيل اللازانيا وصبها. سؤال الحلقه اليوم في مسلسل العربجي سوى طبختين. شنو اللي سواه عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ واللي يعرف الجواب الى 500 الف دينار عراقي حلالا بلالا. يلا ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو رمضان كريم. رمضان كريم صحة وسلامة ان شاء الله يا رب وتحقيق كل الامنيات. الله يخليك. يلا اعطينا الجواب. ان شاء الله نقول خطف حمزه. متاكده؟ متاكده.
يلا ان شاء الله تكون اجابته صحيحه. هاي لازم تقطع عليهن اللي هو الحلويات بالتبسي واللزانيا اللي موجوده وين؟ اللي موجوده هنا. حلو؟ يعني حتى نشوف احنا سوينا صح ولا لا؟ يلا عندي طبخه اخيره لهذا اليوم وناخذ اتصال هاتفي. الو. السلام عليكم. هلا بكاظم. شلونك؟ اهلي شيف خلدون. شلون الصحه يابا؟ الله يسلمك. حيني الجواب كنت الهيثم، ممكن اتصال ثاني؟ شلون؟ الجواب كنت الهيثم، ممكن اتصال ثاني؟ استفسار ثاني؟ اي يلا اوكي. يلا. استفسار ولا اتصال ثاني؟ السلام عليكم. اه اتصال ثاني عبالي يقول استفسار. يلا عيني. اسمك عيني بس اسمك اذا ممكن. الو. اي اسمعك اسمعك اعطينا الجواب. ايش الجواب؟ كنت الهيثم. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه ان شاء الله. في مسلسل العربجي ماذا فعل عبد العربجي بعد ما طلع من السجن؟ هاي جائزه 500000 دينار عراقي، 500000 دينار عراقي، 100 200 300 400 500 حلالا بلالا. من مشروع سالور تاور، سالور تاور السكني، سالور تاور السكني في اربيل يقع بين شارعين 100 و120 بمنطقه الذهب بالقرب من المطار بالقرب من يونايتد نيشنز. يلا راح نبلش بالعصير مال رمان. رمان فاكيد رمان فاجيب هنا انا. اه هنا كلام الصحيح. يلا راح ابلش اخلي رمان مفلس. زين بعد ما خليت رمان مفلس ما راح اخلي شكر هواي، شويه شكر. شوف بعد ما خليت شويه الشكر شو راح اخلي له هسه؟ ملح. شلون عصير خلي له ملح؟ ويلي اي شويه ملح حتى شي يصير حامض مالح وهم حلو. حلو حامض مالح يعني كل شيء اللي يتحكم ب اللي يكون يتحكم يتحكم بالحاسه الذوق كله راح تكون موجود. راح اخلي له مي. بعد ما خليت له مي اطحن. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو عمر. الله يسلمك. شلونك استاذ خلدون؟ رمضان كريم ان شاء الله على الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب بالصحه والسلام. اي عمر ان شاء الله جواب خطف ابن الزعيم ان شاء الله. شنو ممكن؟ نعم خطف ابن الزعيم. خطف ابن الزعيم. متاكد؟ ان شاء الله. ممكن مشاركة ثانية؟ ممكن مشاركة ثانية. يلا اعطينا. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم عبد الله. مها عبد الله. نعم نعم. معن معن. معن يا معن. نعم يلا نعم معن. نعم نعم. يابا معن لو. لا. نغم نعم نغم. نغم اسف اسف انا. يلا ما اسمع. نعم عبد الله. الجواب. اعطينا الجواب. نعم عبد الله خطف ابن الزعيم. خطف ابن الزعيم. نعم عبد. يلا اوكي اوكي اوكي. ما خليت انا الشكر. ملح وشكر هم نفس الموضوع. خلون ملح وشكر. يلا عذراء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. شلونك شيف خلدون؟ رمضان كريم عاد عليك بالصحة والسلامة. رحم الله والديك للجميع. شنو اسمك؟ عذراء حيدر. ما تعرفي وين خليت الشكر؟ ما ادري الملح. حياتي. يلا اعطينا الجواب. ايدك على الاكل الطيب. شكرا جزيلا هذا من ذوقك. رحم الله والديك. ان شاء الله نقول الجواب خطب حمزه ابن الزعيم. يلا ان شاء الله تكون اجابته صحيحه. ان شاء الله. يلا خذ. مرحبا. يلا. الو مرحبا رمضان. مرحب. رمضان كريم. شكرا. رمضان كريم عاد عليك ان شاء الله يا رب بالصحه والسلامه. شكرا. وياك زينب الحوراء حيدر. يا اهلا وسهلا. اهلا بك. يلا اعطينا الجواب. يا الجواب خطف
حمزه من الزعيم وانطاه هديه لابوه. يا الهي. يلا ان شاء الله تكون اجابته صحيحه. شكرا. يا سلام يا سلام. هذا عصير رمان حلو وحامض ومالح، كل الشغلات الحلوه اللي نحبها موجوده بيه، فيكون عندك اكيد هذا العصير جاهز للتقديم. شو راح اسوي هسه؟ انا راح اخلي هذا هيك واجيب هذا خليه بهذا الشكل و1550 عافيه. هذه الاطباق احبه المشاهدين اللي قدرت اقدمها لكم لهذا اليوم، اطباق جدا سهله بسيطه وايضا سريعه. الطبخه الاولى لهذا اليوم كان في عندي هنا اللي هو طبعا اكيد كان في عندي اللازانيا، سوينا اللازانيا لهذا اليوم، سوينا سلطه شغلة بسيطة جدا سهلة وسريعة اللي هي السلطة، الحلويات أيضا كانت من الأطباق البسيطة جدا، طبقة كلش حلوة وأيضا لطيفة. لا تنسون أيضا العصير اليوم اللي هو عصير الرمان الحامض الحلو والمالح. أطباق طبعا أكيد هذا به فوائد كلش هواية، لا تنسون فوائده وخاصة في شهر رمضان. فوائده كلش هواية طبعا أكيد يكون ملين أو مريح للمعدة، وايضا هنا يصرف لك الاكل اللي تاكله بالفطور. سؤالنا لهذا اليوم ايضا كان سؤال جدا بسيط في مسلسل العربجي، ماذا فعل عبد العربجي بعد خروجه من السجن؟ اكيد مصيبه. فهي هنا راح تكون في عندك الاجابه، والاجابه ظهرت. خطف حمزه ابن الزعيم. وكل اللي جابوا بهذه الاجابه اكيد راح تدخلون بالقرعه، وكنت اتمنى هنا ان يكون عندنا اليوم مشتركين من الفيسبوك، لكن للاسف عندنا مشكلة بالفيسبوك، وإن شاء الله راح نحلها، ويوم غد إن شاء الله ممكن تكونون أنتم المتابعين ويانا حتى تفوزون ويانا أكيد ب 500 ألف دينار عراقي. إجت إياب الأسماء وشغلوا لي بدون موسيقى اليوم، بدون موسيقى. يلا هذا الاسم. منو سعيد الحظ؟ منو سعيد الحظ؟ منو سعيدة الحظ؟ ومنو سعيد الحظ؟ بركات عباس ألف مبروك، 500 ألف دينار عراقي مقدما من مشروع سالور تاور. سالور تاور يقع في أربيل، يقع في أهم مناطق أربيل في منطقة الذهبي بين شارعين 100 و120 بالقرب من المطار، بالقرب من يونايتد نيشنز. 500 ألف دينار عراقي من سالور تاور. أتمنى الأطباق اليوم عجبتكم، نشوفكم إن شاء الله على خير، ومبروك إلك يا بركات عباس. ودائما تابعوا الاعمال التي تعرض على قناه اليو تي في، لانه ممكن يكون في انت او انت الرابحه ب 500 الف دينار عراقي. وطبعا هنا الاطباق اللي سويناها، واشوفكم على خير. باي باي.